تطلع الناس. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة أكادير، قصة نموذجية في التحدي والصمود لكوبل صغير نور اليقين والشابة ليلى البالغة من العمر 18 سنة وزوجها البالغ من العمر 20 سنة. ربما هذا الكوبل القصة ديالهم فهي قصة مؤثرة جدا، تحدوا كل الصعاب وتحدوا كل العالم وتحدوا أيضا ربما التقاليد والأعراف ديال الأسر ديالهم، لأنهم يعني صغار السن ليتزوجوا قبل أن يتفاجأ نور اليقين بإصابة الزوجة ديالو بالمرض الخبيث، نجانا الله وإياكم منه، اللي هو سرطان الدم. فاليوم هذه القصة ليست من أجل الفرجة وإنما من أجل العبرة، من أجل أن هذه القصة تلقى تعاطف من المغاربة، لأن صراحة هذا الكوبل يستحق كل الدعم والتشجيع ويستحق أيضا التعاطف ولو بالدعاء. فأي واحد يعني يدخل هذا اللايف ما يخسر حتى شي حاجة، أنه يبارطاجي على أوسع نطاق باش أننا نمدوا يد المساعدة لهذا الكوبل الصغير اللي يلاه بداوا حياتهم وتزوجوا تقريبا هذه حوالي 9 أشهر، واكتشفوا يعني واحد تحدي آخر في الحياة ديالهم اللي هو رحلة البحث عن العلاج، رحلة البحث عن علاج ربما سيطول أو علاج بطبيعة الحال للتكاليف ديالو باهظة وتكاليف مكلفة جدا، خاصة وأن يعني هاد الكوبل يلاه بادين الحياة ديالهم. أنتم كما كتشوفوا إخواننا الكرام يعني كارين واحد الدويرة، يعني خاصهم مجموعة من الإمكانيات، جاو يعني من مدينة فاس لمدينة أكادير بحثا عن العلاج ليكتروا يعني هذا المنزل اللي بطبيعة الحال يعني يفتقر التجهيزات ويفتقر مجموعة من الأشياء. فغادي نخليكم مع هذه القصة النموذجية، هذه القصة اللي صراحة يعني مثالية في الحب، مثالية في الوفاء، مثالية في الإخلاص، مثالية في الصبر والتفاني وأيضا التحدي وبطبيعة الحال العزيمة والصبر. فغادي نخليو بطبيعة الحال يعني ليلى أنها تحكي لنا القصة ديالها مع الزوج ديالها بطبيعة الحال. يعني قبل ما نبداو إخواني الكرام، فغادي نخليو يعني هذه القصة بطبيعة الحال اللي هي قصة صراحة نموذجية في التحدي وفي الصمود بطبيعة الحال، لكل شيء ربما سيتعاطف مع هذا الكوبل وسيتعاطف بطبيعة الحال مع القصة المثالية ديال نور وليلى بطبيعة. ربما كتقراو مع بعضياتكم، ما كنتوش كتخيلوا انكم غادي. لا انا خصوصا انا مع مرضي كنت كنقول غادي نتزوج، ولكن الحمد لله من بعد كان يعني كان من الحلم ديال كاي بنت كتعرف على شي شاب كتقول كتبغي النهايه تالي بالزواج وتكون حالا طيبا. والحمد لله يعني واخا كانوا اعتراضات كبيره في العائله ديالي من طرف خوتي كيقولوا مازال صغيره ومعنا هي الصغيره العائله، لا من طرف هو خوتو كيقولوا ما غاديش تقاد بزاف الحوايج. الحمد لله ربي كمل علينا والدعاء، ربما لان قلبنا مزيان مازال صغار يعني ما كنا ناويين حتى شي حاجه. وقف معايا بابا ووالديا، واخا كان والدي معترضين في الاول ولكن من بعد
بعد شافوا باننا ما حنا ما بغينا حتى شي حاجه، ربما هكا ربي جمعنا في الحلال احسن من اننا نكون حنا كنديروا شي حاجه بالحرام على برا. الحمد لله على كل حال صافي تجمعنا خدينا دبي على قد الحال في باس، كنا الحمد لله عايشين حياتنا مزيان. كانت عندي فكره انني اكتشفت هذاك اننا كوب صغير عندي روباج غادي نتقاسموا مع الناس عادي، وانا الان شفت في منبر اعلامي كنحكي على المرض ديالي اللي هو مرض السرطان. يعني احكي لنا ربما فاش تزوجت يعني الشهر الاول يعني كنتوا عايشين بخير، كنتوا يعني عندكم احلام عندكم مجموعه من الاشياء. يعني عندي حلم اللي هو الاول راجل يلقى خدمه، انا كنت بغيت نخدم في الكوميرس وكنت كنقول نعاون راسنا ابالي ما نفكرش في المال حاليا، هذيك الساعه ما كنفكرش في الاولاد، يعني باغي نخدم ونخرج وندور ونعاون الناس من ضمن احلامي اللي تعني جمعيات معاونه الناس، يعني هادشي اللي كنا باغيين. الشهر الاول من زواجي نقدر نقول في 7 ايام الاولى، 7 ايام الاولى من زواجي كان بدا كيجيني نزيف، نزيف قوي، شي حاجه بازا ماشي يعني ماشي يعني كل مره كتعرف يعني حالتها، شي حاجه بازا غير نزيف قبل شدي 23 يوم، زعما كتبقى فيه حتى شي حاجه، نقدر نعسس نوض نلقى راسي كل اللي دماريات. صافي هبطت مشيت واحد شفت واحد تابعو مامي قال لي ربما كنتي يعني هزيتي شي عام بدري وها طاح لك. صافي خليت هذاك عطاني دوايات دي كالما زعما اللي غيعطوني اللي كان مازال لي شي تعفونات. من بعد صافي بديت كنزاد حالتي الاسوء، عاوني خوتي هبط كا يعني كان كوبل مازال صغير ما عندناش، عاوني خوتي هبط الكلينيك قلبني طبيب قال لي عندك فيها بحد وعندك تعفن حاد في الوده ديالك، كانوا عندي قح في الوده ديالك بزاف، قال لي عندك تعفن حاد يقدر يهدد لك يعني تعفن في درجه اخرى يقدر يوصل لك للسرطان، قال لي في عظم الصوم بي بعد. دونك انا ديك الساعه تبعت بلا احتياط، انا واحد التخاتمون ديال 20 يوم، قال لي هاد التخاتمون هذا غتبعي ولا جاك شي نزيف في وسط من هاد التخاتمون فراه العلاج غادي يكفى راسو. المهم انايا تستريسيت في داك الفتره ديال المرض، تستريسيت بزاف هبطت مني نزيف. صافي من بعد طلب مني واحد المرات شي كتعرفو مقصطات انا بزاف حويجات بلي هي امتحاني بزاف الحويجات. المهم عطاني يعني داك التحليل شي فرنسا خدم لي العينة، داك التحليل كتاخد وقت طويل، انا جيت داك الوقيته كان الصيف طلع السعيدية طلع كيخدم تبارك الله مقبول خدام بدا كيخدم كيصور نهارو، كنت كنقول الحمد لله يعني قال لي كتطلبو ديك الساعة المرة راه كاين دارك تكون مسيمقة تكون عندك واحد غير بدا كتاكلي بعدا في النهار. كنا كنخلصو كنعمل طلعت عندو هي كنقلبو واخا طلع عندي طلعت عندو طلعت عندو 26 في شهر 7 طلعت عندو 26 في شهر 7 دوز مدوج وغدا في الدار. هذيك الساعة مثلا ما كانش عارف بلي انت فيك السرطان. لا كنت عارف عندي هذا المرض ولكن ما كنتش عارف السرطان، عارفة انا زعما كان عندي التهاب حاد في الوالدة. صافي من بعد من دازت يومين قال لي نهار 26 في 7 قال لي لاختار ديالي قال لي سوبريز وانا ما عارف القهوة ولكن ما عارفاش دازت واحد كارتي وحدة اخرى وداز هو يعني خدام في كارتي. صافي دازت حتى لي تلات طوال ديالي، انا الطوال ديالي كيبان معايا تا بار واتساب كيقول لي اشنو كاين ولا كناخدو رونديفو معايا اللي قال لي راه عندك سرطان الدم وراه سرطان ديال ساكن ديال الله كان عندي يلا واحد النسبة قليلة دابا راها زادت، كان عندي سرطان الدم ولكن داز لي الكبدة خلاص الورم كان عندي في الرحم داز ليا الكبده هذا هو المشكل. صافي من بعد تصدمت حتى في التليفون خليت التليفون هكا كان فايت الشمعات جلست مع الناس راه داز لي كانوا معايا في لايف صافي غيقدروا يشوفوا هاد اللايف هذا. صافي جلست خرجنا هكا خرجنا مع 4 الصباح من الكافي كان في ساعه 4 قلت لهم ليا انا نقول لكم واحد الاخبار راه شنو عندي واش ما عندي راني مريضه بسرطان الدم وراه تحقوا قاس لي الكبده قالت لي الحق اقسم بالله ليلى وانا كنبكي وليلى وانا عايشه العذاب قولي ما تيقش هو ما تقبلش الصباح اللي كيبدا الدكتور ديالي قال لي شنو عندها شنو عندها قال له خصك دابا تكون يد مساند قوي. صافي ديك الساعه النهار تبدل التعامل معايا تبدل التعامل ديالو معايا كثر يعني الحنيه الطيبه تما غادي نعيط لوالديا باش نقول لهم راني مريضه كنعيط لبابا ومعا يطلب قال لي زعما ما صار بنتي يعني سعيده بنتي بابا راه شنو شنو تصدمت كنسمع على غير ماما كتبكي وخواتي كاملين كيبكيو قلت لهم غادي يعيو معايا هذه الساعه كنت يعني مازال ما كنعرفش شنو هو السرطان. من بعد مشيت بديت كنخضع تحاليل الناس اللي كيعرفوا السرطان التحاليل فوق 1200 درهم ولا فوق ما كاينش شي حاجه 500 درهم 600 درهم 100 درهم راه ما كايناش الدوايات يعني خصك تشري واحد 120 الف ريال 200 هكا خصك الدوايات ديال السرطان الشوكات يعني شي حاجه خياليه بلا من الحصص بلا حيت انا حيت ايرجونس انا كان عندي شي ما خصني نديرو ايرجونس يعني صافي عندي الدم كينتقل للدوره الدمويه ديالي كنتقل بواحد السرعه خياليه. صافي بديت تلاقيت مع واحد السيده الله يجزيها بالخير عاونتني هي وخايفه عليا الجمعويه ولكن
عاوناتني هي، يعني راني مالها خاص مسكينه، وفي الاخر هي عيات. انا راني حسيت بها، هي مسكينه، قالت لها الناس خاص يعاونوك، بزاف الناس ما يمكنش غير وحدين ومن ما يعاونوك. صافي من بعد جيت لهنا، قلت لفاس خدات لي غير مع الدكتوره ديالي، يعني عيطت لها باش ندير لي غير درت لي غير غير درت لي غير بالضبط 5000 درهم اللي كانوا لي في المسؤوليه. صراحه ديك الساعه اكتشفنا بان عندي 25% في الدم، وقاصله 40% في الكبده، وما خصوش يدوز ليا في النص، حيت لقاس ليا يعني الا داز لي في النص الكبده خلاص تقدر ما يبقاش شي مين نافع معايا، ما بعيد شي مين ما بقاش نافع معايا. صافي من بعد طلعت لاكادير، نصحوني انا طلعت، حيت لقينا واحد السيده غتعمل واحد النسبه قليله بواحد الدواء. طلعنا نهار، طلعنا بنهارنا ما عنديش فين نعس، ما عنديش فين نجلس، ما عندي حتى شي بلاصه. جينا بقينا كندورو، الناس شفقوا عليا، شافوني مريضه، شافوني اللي باينه عليا، شفقوا عليا. مسافرين جابونا لهاد الدار هذه ب 1200 درهم. السيده كتطلب فيها التصباغ، ولكن جاتني داك الحاله ما طلبتش التصباغ، دخلت لي دخلنا عليها خاويه ما عندها حتى شي حاجه. من بعد مشينا كندورو، واحد السيد جاب شافني مريضه، عطانا واحد المضربه من الكازيون، عطانا غير واحد المبلغ قليل. من بعد قلت له انا هذا هو المهم، وفين نعس وفين نطيب شي حاجه، ما ناكل، ما خصني نمشي غير للطبيب ونجي نتسكى، هادشي اللي بغيت. صافي من بعد مشيت للطبيب، اول حصه صافي شعري، انا في الاول كنت كنسمع السرطان في الشعر كيطيح، حيت سالي تساقط الشعر، سالي الشعر كيطيح بداك كميه هائله. صافي من بعد مشيت كيدوي الشعر كامل، طاح لي الشيء مو كيدوز عليك واحد البونجا بوماطا كيزول لك شعرك كامل. ما بين فتره وفتره الشيء متى كيبدا يكبر، من بعد عاوتاني ملي كتبدل الشيء كيطيح كامل. صافي طاح لي شعري تما كاين. فاش خرجت من الحصه وانا طايح لي شعري، وقالت الطبيبه ديك الساعه ديري الشال عليك حتى تخرجي دوزي واحد النهار. خرجت عند الماكله كنشوف نظره الناس غادا دايره نظره، وليت نظره النظر كنبز بيهم ديال الشمس، كنبز بيهم. قلت ما تقبلش، كنت في راسي ما بقيتش المرايا كثرت، مع اني كنت كنشوف المرايا بزاف مشيت لها كافي الحمد لله على كل حال. يعني قدم راسك على الناس يتعرفوا عليك، وكيفاش اقرب ميكروفون. السلام عليكم، معكم نور اليقين، الزوج ديال ليلى. يعني شنو نقول لكم، حنايا البدايات ديال الحياه ديالنا كانت فيها صعوبات، ولكن كما كنقولوا ملي كيكون الحب راه كتحدى اي حاجه. نفسي هذه فعلا يعني كنبغيها، يعني جات في لحظة تلاقينا في واحد الفترة ديال المراهقة ديال الدري كيعرف بنت، كما هاديك ما نويناش أنها العلاقة ديالنا تطور للزواج هكايا. ومن بعد ما من 5 سنين وحنايا كنهضرو مع بعضياتنا، صافي تلقى واحد النهار كما قالت ليلى وقع واحد المشكل، صافي خرجت عندي قالت لي شنو شنو عندي مشكل بابا في الدار. المهم بلا ما ندخلو في التفاصيل ديال داكشي هذا، صافي جات عندي قلت لها ليلى انا ما نقدرش نخليك، يعني اللي بغيت انا نديرو معاك. قالت لي انا ما رجعش للدار، يعني عييت انا ديك الساعه باش نقنعها، كنقول لها ليلى رجع للدار ما عندناش فين نمشي وشنو هادشي هذا. صافي قررتي انك تتزوج بها. صافي ديك الساعه سؤال وما بقات، يعني صافي النهار الاول اضطرينا اننا نهربو. صافي هربتو؟ هربنا. صافي وقع عقل، كانت في الصراط كورونا، كان يعني ما يمكنلكش تسافر لشي بلاصه. هذا قبل ما تزوجوا؟ هذا قبل ما نتزوج. هربتوا بجوج؟ والله هربنا بجوج، يعني كانت الفتره ديال كورونا ما يمكنش ننتقل لشي بلاصه، السفر ما كانش جواز تلقيح. بقى عقل، كانت العشيه 5:30 ديال العشيه، صارت ديك الساعات كان عندنا واحد التليفون، طلعت بقى عقل، طلعت لواحد الحي مجاور لنا واحد القيصريه، طلعت بعد ذاك التليفون 1500 درهم بقى عقل. طلعت ذاك الساعه صوتنا 3 درهم، يعني كان هي عندها جواز تلقاها، دخلت ديك الساعات كان الدرهم باقي لها 4 دقائق وغادي تقلع وما عارفينش فين نمشي. صافي دخلنا ديك الساعات لقينا الدرهم بعد ما صافي دخلنا، جات ليلى مشات تقلعت باقي عقل في غير تسالا في المحمدية. صافي جات معهم ديك الليلة، ما بقيتش جالس حدا باب الدار في بيتها هي، داخلنا عساو هي على برا، يعني باقي عقل. كرينا 3 ايام. صافي ديك الساعات صنع لي الاخ ديالي، قال لي يعني هذا راه المشكل اللي درتي وغتبدل العقوبه ديالو تمشي للحبس، يعني خرجتو انت وبنت مع يعني انا وقعوا مشاكل هكا. قلت له انا يا البنت هذه بغيت نتزوج بها، هو بقى عقل ديك الساعات ما استقبلوش ديال انني نتزوج، انا مازال صغير وانا كنقرا وانا صغير ديال الدار، كان الوالد ديالي يعني كيقرني في مدرسه بريفي، يعني كان بغاني نكون شي حاجه، بغاني يشد الوقت ديالي، يعني يشوفني كيما داك المخزور اللي كان كيخسر عليا هو في الصغر، كان باغي يشوف الافاده في داك الشيء. صافي من بعد قلت لهم انا بغيت نتزوج، هبطت يعني الوالدين ديالي، انا ديك الساعات ما تلاقيتش بهم، هبطت عند خويا كبير في
عنده شهر، انا ما جمعنا الورقه ديالها. انا كان عندي ديك الساعه فايت السن ديال 18 سنه اللي مزوج، لان كان في عمرها ديك الساعه 17 عام. يعني بغا يتزوج خصنا المحكمه، خصها دوز يديروا لها خبره بزاف ديال الحوايج. يعني داكشي دام شهر شهر، وحنايا كندفعوا الوراق الاب ديالها، وانا خويا الكبير ديك الساعه سهل هو كان واقف معنا، تاهما بجوجهم الاب ديالهم، وجربنا على الوراق بجوج. يعني يسروا لنا تاجوا لنا، مشيت انايا كان خصني نمشي ضروري ندير واحد الخطوبه، انا ما قدرتش اللي يمشي معايا. الام ديالي ديك الساعه كانت ما تقبلهاش فكرة. صافي مشيت عند واحد خوالاتي الدار دمي لالا، هما اللي تفادوا لي وقنعوا الوالدة ديالي انها صافي صوني على الدكتور ديالها، شرح لي على ديالها. يعني كانت صدمة قوية ليا، اقسم بالله كنت ما تقبلتش انني نشوفها هي في الحالة هادي. انا بصح ما عنديش شي حاجة غير هي في الدنيا هادي، هي في النار اللي اختاريت السيدة هادي، اختاريتك انا ام ليا اب ليا كلش. انا السيدة هادي كنبغيها وضحيت عليها، وهي كذلك ضحينا على بعضياتنا. واول نهار يعني النهار اللي كان العرس ديالنا بعد ما تزوجنا، كانت هو فرحة ديالي، كنقول واخيرا درت واحد الانجاز. يعني صافي تلاقيت بالسيدة، واخيرا دارها تجمعني بيني وبينها، واخيرا اليوم تقاسموا انا وياها فطور غدا، نوليو يعني نهار وحنا مع بعضياتنا، ما نخاف كاننا خارجين نتلاقاو بالعائلة ديالها ولا العائلة ديالي ولا شي حاجة. يعني انا كنت في واحد الفرحة يعني لا توصف. من بعد ما التقيت الخبر ديالها صافي احلام ديالك تحطموا نوعا ما ضروري، هادي حاجه باينه. انا كتشوف جزء ثاني، انا كنحسبها جزء طرف ثاني مني. انا ما كما قلت لك ما عنديش مبان، انا صافي النهار اللي تزوجت بها يعني حسبت هي كل شيء في حياتي، وما زال كنقول لها هي في وجهها وفي هذا المنبر الاعلامي كنقول لها انا كنبغيك وانا نبقى لك ساند، وعمري نتخلى عليك وتتبراي ولا ما بغيتيش، وانا نبقى معك اي حاجه انك تنشوفك بخير، عمرك كيف تنطيحي صرا معاك جناع معاك كساف ديالك. شنو الاحتياجات ديالك نور اليقين؟ شنو محتاجين اليوم؟ ربما شنو ممكن تقول لهم؟ ربما كتشوف انت الدار هادي عندها قلنا عليها الجايات الاكادير، يعني قلبت على الدار عندك راهي تسواس، سهلوا معنا الناس انني نلقى دار هنايا. درت عند واحد السيده اللي هي ساكنه فوقنا، ومشيت قلت لها الحاله ديال مرتي، يعني ما بغيتش نتكرفصوا في الزنقه. ممكن جات 5 د العشيه دخلنا لقينا الدار خاويه، وهي شنطه عندنا الحوايج. مع داك الليله ما كانش عندي فين نبات، يعني كنا يا نبات في الزنقه يا داك النهار خصني نكريدا. كانت عندي واحد البركه يعني قليله اللي جمعتها من السعيديه، كنت كنوفر شويه بركه قليله على التلفاز، ولينا جينا لهنا. صافي دخلنا ديك السيده قالت لي ولدي انت هي الدار، دخل تشوفها. راه تخرجوا من الناس وحدين كتكريها هي، دخل تشوفها. قلت انا بغيت هذا، قالت لي يعني خصنا تنديروا اجراءات قانونيه. قلت لها لا لا شنو شنو صرحت لها، ما عندناش فين نمشيو، انا بغيت الدار كان دار. وداك الليله باقي عاقل فرشنا واحد بلايصه في البلاصه اللي تهضر هادي، وكنا معنا الناس الصباح خرجنا مشينا شفنا واحد
موسيوم طبعا كيبون كازيو بثمن يعني على قد الحال شريناها هي يعني من بعد الوليدين ديالنا على الدار ما كانت عندنا الدار فيها صيفطوا لنا واحد المو يعني شريت واحد البوطه من هنا هي صغيره درتي واحد المزمار يعني هذيك كنطيبوا بها خرجت كنقلب على الخدمه انا ما بقيتش مازال ما لقيتش الخدمه ما لقيتش الخدمه شنو الدومين ديالك نور ديالك؟ كنخدم سيرفر عندي ديبلوم سيرفيس نخدم ديبلوم اوتيل غي وديبلوم ديال الكافي كنخدم بارمان سيرفر بالنسبه للوطيل كنخدم لا كورير ريسبسيون يعني هادشي اللي كنعرف ندير كيما نقولو وانا ما كرهتش يعني نخدم في اي حاجه كيما كان عشان الا كان الزبل نمشي نخدم فيه بحال نجيب لها هي ما تاكل ونجيب لها اننا نكون سعيدين انا اليوم ونخليها مخصوصه حتى شي حاجه يعني صافي يعني ما هي كنقول لها ليلى كنخرج كنقلب على الخدمه الصباح كنجيب لها شي كنقول لها ما لقيتش هي كتزيد تقويني كتقول لي ما عليك ما لقيتش راه غدا ما لقيتش غدا راه يجي واحد الوقت اللي غتخدم الحمد لله صافي واكلين كناكلو اللي قسم الله يعني واحد الناس في الحياة تعاطفوا معنا السيدة اللي كاني عندها كصابط كتشوفها كصابطنا يعني بعد ما كلام شوية حريرة شوية مهم مش أحد مهم اللي كتاكلها يعني كما كنقولو كنخرج هنايا السوق كنتبرع شوية في الدراما كلا يعني ما كنقلقش مكافحين مع الحياة يعني احنا مازالين صغار وندير واحد تحدي يعني خليت المدينة ديالي اللي فيها عندنا يعني حتى الوالدين ديالنا يعني نقدر رقم ساعات كثر سمايا وجيت لهنا المدينه هذه قلت نبدا من الصفر ونبدا من يعني من والو تربيتي راه انت كيما كتشوف انت شو الدار على قد الحال عندنا مطرب عندنا واحد شويه د المعنى في الكوزينه عندنا بوطه صغيره شريتها بجوج كراسة الميكا ثم بقاوش نجلسو كاين هاي مطربه اللي جلست عليها وهذا صافي هادشي اللي كاين قول الرقم انت باش تقول الرقم ديالك يعني المغاربه هما الرقم هو 07-05-53-29-07 عاود الرقم ديالك 07-05-53-29-07 انا كنطلب من المغاربه كاملين انهم الا كان شي مساعده يعني اللي مستطاع انه يساعدنا انتم كما كتشوفوا الحاله ديالنا الزوجه ديالي مريضه انا ما لقيتش شي جات انا بغيت شي خدمه اللي يعني باش نكون معاها ونكون مع التوايا ديالها والمتطلبات اللي كيطلبوا لها في الطبيب يعني ما كنقدش انا نشوف انا كرطاش يعني ملي كيطلبوا لنا شي تحليله ولا شي حاجه كانها هي كتلتجا لوالديها ولا كتلتجا لشي طرف من العائله انه يساعدنا ما كنرضاش بديك الساعات انا بغيت انا نكون بها يعني انا كندير على داكشي اللي قدرت عليه يعني ما نلقيش يعني شي حاجه اللي نكون معاها بها وكما هي كتقول ديما مساعداني ديما مسانداني ديما كتعطاني واحد الكوراج ديما كتعطاني واحد الطاقه كتقول لي ما تجعل فعوض ما انا اعطيها الطاقه هي شي بعض المرات هي كتعطيني الطاقه وانا كنفتخر بها كان زوجة لو كنقول في هذا المنظر اعلامي في هذا البث المباشر انا نعمري نخليها ونكون سند ليها وكنطلب من كاع المغاربه الا كان في الممكن شي مساعده لاننا احنا من الزيرو بادين احنا من الزيرو بادين ما عندناش شي حاجه وما بغيش انا يعني ما كاينش شي طرف اللي مساندنا ولا طرف اللي مساعدنا انا والدين ديالها كنرجع لهم تحيه من هذا المنبر هذا يعني مساندينا وعندهم واحد الافتخار بينا زعما صراحه الله كيعطينا واحد الطاقه ديما كيقول لها سكونوا ويصبروا يعني كذلك الوالدين ديالي كنهضر مع الوالدات الوالدات هما كيهضروا معنا وكيقولوا لي صبروا كيعطينا يعني الكلام الهضره وصافي كما كنقول وانا دابا كنطلب من المغاربه انتم كما كتشوفوا الحاله ديالنا هي ضعيفه يعني عندنا شي حوايج عليه نعسو وعندنا بجوج كراسه هادو هي كما كتشوفوا هذا المكان هذا فارغ يعني مرحاض على قد الحال انا هي كوزينه هي على قد الحال ما عندناش يعني شي حاجه ما كنطلبيش خدمه باش نكون معاها رحنا ما عندناش رحنا من الزيرو اقسم لك يومينا يعني رحنا في واحد الحاله لا يرجى لها شكرا كلمة أخيرة باش نختم. شكرا بزاف تشرفت عليك كنشكرك بزاف حتى أنت اللي جيتي وواقف ديالي كنشكر بزاف المغاربة وكنقول لكم عاونوا خا غير بالدعاء إلا ما كانش قدر الاستطاعة ديالكم أنكم تعاونونا ماديا عاونونا غير بالدعاء كنتمنى الله يشافيني ونرجع كيف ما كنت في الأول والله يشافي كاع الناس مسالك اللي مراد الله يشافي أمتي الله محمد كامل الله يشافيهم أنا ما تقبلتش باتيا يعني كيفاش ما تقبلتش راسي حاليا هكايا والله خاصة وكنشكرك بزاف وما طلعتش من المنبر الإعلامي إلا وأني مقصحة وصلت للتالي كنتمنى أنكم تدعوا معانا وغير كلمة خير مو
تعاونونا وتدعوا معنا والدعاء افضل. عاودي تذكر الناس بالهاتف ديالك 07 05 53 29 07 وشتي